الحق كان معروفا قبل الأئمة الأربعة، وكان الناس يتعاملون فيما بينهم قبل الأئمة الأربعة، فهل كانت معاملتهم صحيحة مع أنهم ليسوا على المذاهب الأربعة أو لم تكن صحيحة؟ لا شك أنها كانت صحيحة. ومما يذكر وهو قصة طريفة تدل مع طرافتها على ما ذكرناه، يذكر أن شابا أراد أن يتزوج، فقال له العاقد: قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. الشاب لم يستسغ هذا، فقال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، قل قبلت الزواج بها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فعاد الشاب قال: قبلت الزواج بها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له العاقد: قل كما قال في الأول. قال: يعني لا يصح عقدي إلا إذا قلت على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؟ قال: نعم. قال: فكيف صح نكاح والد أبي حنيفة؟ قبل أن يوجد أبو حنيفة عقد على لوالده على والدته، كيف صح نكاحهم؟ فسكت. وهذا أمر ظاهر جدا، لم يظهر الحق على لسان الأئمة الأربعة وكان مفقودا قبله.